ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس. بعد تحية فندم، طبعا هذا الافتتاح الذي شهدناه اليوم، افتتاح السيد الرئيس لمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، أهمية هذا الافتتاح في هذا التوقيت من أجل النهوض بقطاع مهم جدا وهو قطاع النقل والسكك الحديدية أيضا خلال هذه الفترة، تحديدا ضمن طبعا المشروعات القومية العملاقة التي يتم افتتاحها في مختلف محافظات الجمهورية. أهلا بحضرتك والمشاهد الكريم. طبعا هذا المشروع الأول بنبارك للمصريين، ويأتي أيضا في إطار أجواء من احتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد، وطبعا هذه المحطة لها دور مهم جدا في تخفيف العبء على محطة مصر اللي موجودة في ميدان رمسيس. طبعا محطة مصر هي المحطة الوحيدة اللي كانت موجودة في القاهرة، ومع زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على النقل على السكة الحديد وزيادة عدد الركاب، كان لابد من البحث عن محطة تبادلية جديدة لتخفيف الحمل على محطة رصيف، وبالتالي كان اختيار موقع باب الحديد منطقة بشتيل باعتبار انها منطقة حيوية قريبة من كثير من المواصلات المختلفة، سواء اذا قلنا من محور احمد عرابي، قريبة من الطريق الدائري، قريبة من طريق من مونوريل اكتوبر، قريبة من محطة التوفيقية للمترو. كل هذه الامور كانت مقومات لاخترنا منطقة بشتيل. طبعا هذه المحطة مقامة بمساحة تتجاوز 3 أضعاف مساحة محطة رمسيس، بالاضافة الى ان هذه المحطة مبنية على احدث الطرازات اللي موجودة على مستوى محطات السكة الحديد. الطراز المعماري هو طراز فرعوني، وده برضو ليه مدلول علشان مستخدمي السكة الحديد من أهالينا أو حتى من السائحين قاصدي المحافظات مصر المختلفة يقدروا إن هم ياخدوا فكرة عن الحضارة المصرية، بالإضافة إلى إن في مول تجاري على مساحة تتجاوز 90% من مساحة المحطة، في جراج من 6 أدوار، يعني أنا كمسافر أستطيع إن أنا أترك سيارتي وأستخدم السكة الحديد وأرجع أخذ العربية تاني ومش محتاج وسائل مواصلات إضافية. كل هذه الأمور عايز أقول روعيت في المحطة. التكنولوجيا برضو، الحصول على تذاكر السفر والبوابات الإلكترونية للمحطة وغيرها، دي كلها يعني مأخوذة في الاعتبار في إنشاء هذه المحطة اللي تعتبر هي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ودي طبعا من الإنجازات الكبيرة للسكة الحديد اللي عايز أقول إنها في العقود الماضية أصابها شيء من التراهل والإهمال قبل 2014، وطبعا الدولة اشتغلت في مشروع قومي للنهوض بالسكة الحديد أسوة لما حدث في قطاع النقل البري. طيب خليني أتوقف عند النقطة دي تحديدا دكتور حسن، وهي الحقيقة اللي أشار إليها وأكد عليها أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك علم كامل من قبل الدولة المصرية بحجم التحديات الاقتصادية من أجل تطوير هذا القطاع المهم. هو قطاع في منتهى الأهمية وكان بيحتاج بالفعل إلى تطوير لأنه كان مهمل منذ سنوات عديدة ماضية، وبالتالي كان هناك علم بحجم التحديات الاقتصادية، ولكن كان هناك قرار حاسم من كل مؤسسات الدولة المصرية للنهوض قدما بهذا القطاع المهم والبدء بالفعل في التنفيذ لأنها أساسية لا يمكن تأجيلها. عايزة حضرتك يعني تقدم قراءة لما ذكره السيد الرئيس في هذا الإطار تحديدا. يعني إذا حطينا عنوان يعني لهذا الأمر هنقول إن ما تم هو خطة إنقاذ لقطاع السكك الحديدية في مصر، لأن كانت السكة الحديد قبل 2014 أنا بعتبرها ماتت إكلينيكيا، يعني لأن كانت في حالة من عايز أقول سوء الخدمة والتردي وعدم وجود إحلام جديد وجرارات بقالها 45 سنة شغالة ومشاكل كثيرة جدا، يعني فالدولة أخذت على عاتقها قرار صعب بتوجيهات من القيادة السياسية إن إحنا لازم نحل المشكلة بحلول جذرية، وهذه الحلول تكون للأجيال الحالية والمستقبلية. وأنا بأكد على أن النقل هو قطاع خدمي، الدولة لا تهدف للربح من إنشاء محطة سكة حديد أو خط سكة حديد أو خلافه، لكن هو خدمة نقل بضائع وركاب بتقدمها الدولة للمواطن المصري علشان يبقى في عندي جودة في الحياة، يبقى في عندي تأمين لحركة الناس عشان نقلل من معدلات الحوادث اللي كانت بتحصل. ويمكن لمسنا مع تطوير نظم التحكم والإشارات وتحويلها للنظام الإلكتروني
وتضريب العنصر البشري وغيرها من اللي لا يتسع الوقت يعني ما تم في قطاع سكه الحديد منظومه متكامله وتدريب العاملين ورفع كفاءه العنصر البشري واحلال وتجديد وشراكات مع القطاع الخاص لتجميع وتصنيع مستلزمات سكه الحديد لتوطين صناعه النقل. كل هذه الامور تمت من 2014 الى الان ولا زالت الدوله شغاله فيها. يكفي ان احنا نقول بنزيد 2.5 مليون مولود في العام، يبقى انا محتاج دايما بنيه اساسيه يحصل فيها توسع باستمرار ويبقى في عندي مواصلات تستوعب هذه الزياده السكانيه. ومن هنا كان لابد ان احنا نطور السكه الحديد وننشئ خطوط حديديه ايضا جديده، علشان عندنا شبكه القطارات الحديديه السريعه اللي هتشمل فيما تشمل الخطوط الثلاثه، الخط الاخضر من العين السخنه حتى مطروح، والخط الازرق من القاهره حتى ابو سنبل غرب النيل، والخط الاحمر اللي هو سفاجه الغردقه هنا. هي منظومه متكامله الدوله شغاله فيها، والهدف منها ليس فقط عشان نقول ان احنا انشانا خطوط حديديه، لكن هناك حاجه فعليه ماسه لانشاء هذه الخطوط. وانا بتفرج على الافتتاح وقفت عند كلمه يمكن تخص توطين صناعه النقل، لما تحدث فخامه الرئيس وقال في هناك فرص لدخول المستثمر والقطاع الخاص ان هو يشارك الدوله في انتاج اللي احنا بنستورده. يمكن وزاره النقل كانت رائده في هذا المجال انها انشات مصانع لمستلزمات السكك الحديديه و تنتج الفلنكات والقضبان والسويتشز او المفاتيح بتاعت السكه الحديد. دي ايضا نقطه الحقيقه مهمه جدا دكتور حسن، مساله التاكيد من قبل السيد الرئيس تعميق التصنيع المحلي، انه يعني مليارات الدولارات التي كانت تنفق من اجل استيراد اي منتج بالفعل بيتم تصنيعه الان. اهميه هذه الخطوه في هذه الفتره تحديدا من اجل العمل على تطوير هذا القطاع المهم ومنظومه السكك الحديديه وقطاع النقل، بل ورفع كفاءه ايضا الخدمات الموجوده بالفعل. يعني زي ما قلت لحضرتك، توطين صناعة النقل وفر على الدولة عملة صعبة، لأن بقى في عندي حاجات كنت بستوردها وأصبحت بنتجها هنا. مش كده وبس، ده ساعد في تقليل البطالة ومعدلات التضخم، لأن بقى في عندي مصانع بيشتغل فيها مصريين، في نقل الخبرات بشراكات مع دول مختلفة على مستوى العالم. كل هذه الأمور لها مربوط كبير جدا في تحسين عايز اقول الوضع، بحيث ان تبقى مصر هب او مركز لصناعه النقل وتوطين صناعه النقل. معناها ان انا بعد كده ممكن اصدر. انا عايز اقول لك وبدون مبالغه ان واحنا بننتج الفلنكات والقضبان جالنا فرص ان احنا نصدر الانتاج، لكن احنا عندنا السوق المحلي محتاج دلوقتي. فبعد ما نكفي السوق المحلي هبتدي اصدر الفلنكات والقضبان وغيرها من الصناعات اللي بتتم. فوزاره النقل بدات في توطين صناعة النقل التوجيهات من فخامة الرئيس، ونتمنى كمان، لأن أنا شفت الجدول، يعني أنا شفت حاجات يمكن فخامة الرئيس علق عليها لما قال ارجع للصفحة كذا، وكان بيتكلم على عطور ومستلزمات تجميل ومش عارف إيه. ليه ما نصنعش الكلام ده هنا على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ده أمر مطلوب، والشركات المستثمر اللي يدخل يشتغل ويبقى فيه جدية هيستفيد والدولة هتستفيد. طبعا محطة قطارات مصر صعيد مصر بتمثل نقطة تحول كبيرة جدا بمنظومة السكك الحديدية، وإذا ما أضيفت الافتتاحات التي تمت اليوم في بشتيل إلى منظومة السكك الحديدية اللي بتعتبر هي الأعرق في منطقة الشرق الأوسط، مع الجهود التي تبذل من قبل الدولة المصرية ووزارة النقل طبعا بشكل خاص، إلى أي مدى خلال الفترة القادمة تتوقع أن يحدث تحسن ملحوظ في هذه الخدمة المهمة وهذا القطاع المهم بالنسبة للمواطنين؟ هو التحسن مستمر يعني من 2014 إلى الآن، لكن خلي بالك احنا ما فيش سويتش أو زرار بندوس عليه فالدنيا بتتحول للون الوردي، لكن هو حصيلة جهد وعرق وعمل مستمر. يعني احنا حولنا أكثر من 90% من الإشارات للنظام الإلكتروني لعدم الاعتماد على العنصر البشري، عشان حوادث القطارات كان جزء منها بيبقى بيرجع للعنصر البشري، والحمد لله بفضل الله ربنا يديمها. طبعا الموضوع ده ساعد كتير جدا في ان الامور تتحسن. كنا كل فتره قصيره بنسمع عن حادث قطار هنا او هنا، لكن انا بقول لحضرتك ان الدوله شغاله في عوده للثقه، خليني اقول ما بين المواطن وما بين السكه الحديد، بعد ان كان هذه الثقه قد يعني عايز اقول فقدت نتيجه سوء الخدمه. فانتظام المواعيد وعايز اقول تواجد الاماكن في القطارات بالشكل المطلوب للمسافرين هيخلي المواطن يعود لاستخدام السكه الحديد كامن وسيله مواصلات، وهي فعلا لا زالت كذلك.
بالإضافة إلى أن طبعاً هي أريح وأقل تكلفة وأقل كمان معدلات الحوادث بتاعتها عن شبكات النقل الأخرى، فده طبعاً موجود. بالإضافة لأن خليني أقول لك أن إحنا عندنا أحلام أن إحنا هنربط بشبكة القطارات الحديدية الجديدة اللي بتتعمل. عندنا الخط الأخضر اللي هيصل إلى مرسى مطروح هنطوره لحد السلوم، وهناك أمل لربطه مع دول المغرب العربي. نتمنى أن إحنا نعيش ونشوف القطر جاي من المغرب للجزائر لتونس لليبيا للقاهرة، ده كله ده أمر وارد ومطلوب، وإحنا بنحط البنية الأساسية اللي تسمح بكده من دلوقتي. كمان الربط مع دول القارة السمراء وجنوبا القطر وصل لحد أبو سنبل، وممكن أن أنا أربط مع دولة السودان، ده كله أمور احنا بصل لها في عملية التطوير، ان انا يمكن استغلال المرافق دي ان انا يبقى في ربط اقليمي مع دول الجوار الاقليمي. خليني اقول لك برضو ان شبكة القطارات اللي بيتم انشائها معظمها الجديد منها بيتم بالطاقة الكهربائية، وده تماشيا مع سياسة العالم كله في عدم الاعتماد على الوقود الاحفوري باعتباره ان هو في سبيله للنفاذ، والطاقة الجديدة والمتجددة هي الامن والانظف. والطاقة النظيفة والطاقة الجديدة من خلال الجر الكهربائي هي السبيل القادم، يعني الدولة شغالة بيها، وإن شاء الله تعالى نتمنى وزارة النقل ووزارة الصناعة حاليا أعتقد في طفرات بنشوفها، مش هقول من شهر لشهر، من أسبوع لأسبوع، ونتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل وأحسن. طيب حضرتك ذكرت الحقيقة نقطة مهمة وهي مسألة الاعتماد على الطاقة الكهربائية، ودي برضو ضمن خطة التطوير، بالإضافة أيضا أن حضرتك ذكرت أنه بيتم التحول أو تم بالفعل التحول إلى النظم الإلكترونية، وأيضا العنصر البشري ومسألة أنه يكون هناك تدريب وتأهيل تام ومستمر ومتواصل بالنسبة لمنظومة الموارد البشرية أو العنصر البشري، إلى أي مدى كل هذه العوامل بتسهم أيضا في التطوير المتواصل لهذا القطاع المهم؟ طبعا يعني العنصر البشري هو الاساس في الامر، لان انت لو عندك اداره جيده وعناصر يعني من العماله والفنيين والمهندسين على كفاءه مطلوبه او جيده هيسهل معاك كتير جدا. فطبعا الدوله اهتمت برضه بالعنصر البشري من خلال اعاده تدريبه وتاهيله وتوظيفه في الاماكن اللي يقدر يدي فيها مجهود وفكر افضل، بالاضافه الى يعني عايز اقول كثير من العاملين في الوحدات المتحركه ونظم الاداره والحركه بيتم ارسالهم او افادهم في دورات تدريبيه في الخارج. كل الدول اللي تعاقدنا او الشركات العالميه اللي تعاقدنا معاها لصفقات جرارات او عربات نقل بضائع او ركاب كان من ضمن الشروط ان هو يدرب العنصر البشري ويعمل دورات تدريبيه ويعمل زيارات للمصانع بتاعتهم هناك لنقل التكنولوجيا، وازاي هعرف اعمل عمارات لهذه الوحدات عندي، لان انا مش هشتري بلاك بوكس وبعدين لما يعطل ما اعرفش اعمل فيه ايه. فكل هذه الامور يمكن لم يتطرق اليها الحديث اثناء الافتتاح لضيق الوقت، لكن عايز اقول ما تم هو كثير في هذا القطاع لتدريب العنصر البشري والاستفاده به. وعايز اقول لك كمان ان وزاره النقل كان ليها الرياده في ان اللي بيلتحق بالوزاره باي جهه من جهات الوزاره بيتم تدريبه في الأكاديمية العسكرية قبل تعيينه في الجهة اللي هو هيتعين فيها، وده طبعا له مردود ان يكون في انضباط، يكون في عايز اشوف شيء من الانتماء عشان خاطر نقدر ان احنا نستفيد ونطور من نفسنا. والعنصر البشري في قطاع طبعا حيوي بالنسبة للمواطنين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، استاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا.